لمزيد من تفاصيل حول تحديات المرأة العراقية تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الناشطة في منظمة المجتمع المدني فائزة الأعرجي. أهلا بك يا أستاذة فائزة وكل عام وأنت بخير. أهلا بك وكل عام وأنت بخير. شكرا لك. أستاذة فائزة، يحتفي العالم اليوم بالمرأة، كيف يمر هذا اليوم على المرأة العراقية في ظل كل التحديات التي تعيشها؟ نعم، المرأة واقعها هو يعني أيضا له علاقة شديدة بواقع المجتمع بصورة عامة. يعني المجتمع العراقي عبر خلال السنوات السابقة مر بظروف صعبة أمنية واقتصادية، وهي أثرت على وضع المرأة بالتأكيد. يعني فهذه كلها واجهتها المرأة، كانت أيام صعبة عليها وشاقة، منذ الاحتلال 2003 لحد الآن، وقبل الاحتلال كان في حصار، وقبل الحصار كانت حروب طويلة مع دول الجوار. فبالتأكيد هذه أثرت بتأثير سلبي على المرأة العراقية. ولكن أنا قناعتي أن المرأة العراقية إنسانة قوية وشجاعة وعندها شخصية يعني عندها قدرة على تحدي الظروف والمصاعب، وفي بعض النساء يحققوا نجاحات رغم كل هذه المصاعب. نعم. ربما هذه الفترات التي تحدثت عنها من حروب، من نزوح، أدت بشكل أو بآخر لخروج المرأة إلى العمل، والكثير من المنظمات أصدرت تقارير حول المرأة المعيلة في العراق وارتفاع نسبة النساء اللواتي يعلن عوائلهن. لو تحدثين عن هذه النقطة بإيجاز. نعم، اليوم أيضا في تقرير من الجهاز المركزي للإحصاء بالعراق أكد أنه 11% من الأسر تعيلها نساء. نعم. يعني هذا رقم أيضا يعتبر مرتفع، وهدول النساء المعيلات أيضا زادت عليهم أعباء ومسؤوليات إعالة الأسرة بسبب الظروف الصعبة وارتفاع معدل البطالة وأعباء الحياة اليومية. فهذه كلها مصاعب تواجهها المرأة المعيلة بالدرجة الأولى. يعني وأيضا تواجهها الزوجة العادية أو الأم أو الأخت. يعني في مواجهة المصاعب، النساء يواجهن كل هذه المصاعب سواء كانت ضمن أسرة أو كانت معيلة. طبعا لما تكون معيلة تكون مصاعب مضاعفة عليها لأن ما عندها رجل يساعدها ويشارك معها حمل أعباء الأسرة. إلى أي مدى أستاذة فائزة تظنين أن مثل هذه هي المصاعب، مصاعب الحياة، وباعتبارها أصبحت هي المعيلة، انتشر في العراق ما يعرف بزواج القاصرات؟ صحيح، هذا يعني من مؤشرات رديئة وسلبية. يعني لو كانت المجتمعات تعيش في حالة رخاء واستقرار ويصير عندهم زواج قاصرات، يجوز لما احنا نتكلم بعض الناس ياخذون انه الدوله الاسلاميه بدايه نشوئها او ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، بس كانت هناك الناس يعني بوضع مستقر، لما يزوجوا البنات في اسباب اجتماعيه عندهم موجوده ويعني مقنعه. لكن الان احنا عندنا زواج القاصرات صارت مثل التجاره، يعني تيجي عائله فقيره ويزوجوا بناتهم الصغيرات لرجل كبير بالعمر او عنده زوجات، فتاتي هاي الطفله هي الزوجه الثانيه او الثالثه وتنظلم. يعني ينظلم مستقبلها، ينظلم مصيرها، يمكن ما اخذت نصيبها من التعليم، من الوعي، من الفهم، فكيف ممكن تتحمل مسؤوليه عائله وتكون زوجه وام في المستقبل؟ فهذا طبعا ملف سلبي ومؤلم بالحقيقه. أشكرك جزيل الشكر فائزة الأعرجي، ناشطة في منظمات المجتمع المدني. القوة والنجاح هي تمنيتنا لك ولكل النساء العراقيات.